بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ مقدمة خمس أبواب، ثم تفسير التوحيد، ثم الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. الباب القسم الرابع، اترك الكتاب الشيخ، الشيخ الرابع كأنه سائل يسأل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول له يا الشيخ اترك الكتاب، يقول له نشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده، لماذا والدين هذا كمل؟ لماذا يوجد الشرك؟ ما الأسباب التي أدت إلى وقوع الشرك، إلى وقوع البدع، خرافات، الضلالات؟ لابد نعرف الأسباب حتى نجتنبها. فأجاب بهذا القسم، القسم الرابع، أسباب الكفر، وذكر ثلاثة أسباب هي من أخطر الأسباب، وذكر في القسم الأول أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. ولا تظن أن الغلو في الصالحين مدحا فقط، لا، الغلو في الصالحين إما مدحا أو قدحا، كما حصل في عيسى عليه الصلاة والسلام. عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى غلوا فيه مدحا، واليهود غلوا فيه قدحا، وأهل الإسلام توسطوا فيه، قالوا أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا، كما قال سبحانه وتعالى وطهر بيتي، أضاف البيت إليه سبحانه وتعالى إضافة التشريف، مفهوم؟ تمام. إذن المؤلف ذكر ثلاثة أسباب، الأول الغلو في الصالحين كما حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، الثاني الغلو في قبور الصالحين، الثالث التغليظ الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. لا يوجد أي عبادة عند القبور إلا الزيارة الشرعية بشروطها، لا قراءة قرآن ولا صلاة ولا مواعظ ولا خطب ولا غيره، ولا طواف ولا سعي ولا غيره، ولا ذبح ولا نحر ولا غيره. والباب الرابع ذكر لك أن النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وأغلق كل طريق يوصل إلى الشرك، يعني لم يحمي التوحيد فقط بل حمى التوحيد، كأنه هذا التوحيد جعل للتوحيد سور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد. أنت ترى مثلا قصور الأمراء والرؤساء والملوك كم سور عندهم؟ ها؟ ممكن ثلاثة أسوار، صحيح؟ مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم محمي بكم سور؟ بثلاثة أسوار. ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول لم يسمع في التاريخ قط أن أحد سجد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استجاب رب العالمين لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. إذن نعيد مرة أخرى، هذا القسم ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أسباب الكفر حتى نجتنبها. أول باب ذكر الغلو في الصالحين هو سبب الكفر قديما وحديثا كما حدث في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يضع صورة الشيخ في جيبه، لماذا؟ قال إذا أنظر للشيخ أتذكر ما كان عليه من مواعظ وخطب. ومن العجائب أن الشيخ ابن باز رحمه الله أمر بهدم بيت محمد بن عبد الوهاب، أمر بهدم بيت من؟ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ قال هذا الرجل يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك، ويأتي بعض أهل السنة يذهب إلى الرياضة والدرعية وقال نريد نرى المكان اللي كان يدرس أو يدرس فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو فلان أو كذا. لا، آثار هذه ليس لها شيء في الإسلام. إذن الغلو في الصالحين هو سبب الكفر قديما وحديثا، ماذا نصنع؟ نتوسط لا إفراط. ك
كيف نحب الصالحين؟ كما صنع السلف الصالح في محبة الصالحين. هل كان الصحابة يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. بعض الناس تجده في الدرس نائم ومدرج ليه ويلعب في الجوال وكذا، وإذا انتهى الدرس قال أين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أقبل رأسي، أحب الشيخ. كذاب، أي محبة هذه؟ صحيح؟ أي المحبة الحقيقية أن تسمع تنصت للدرس، صحيح، تتعلم العلم، تعمل. في بعض الطلاب لا يعرف أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا صحيح إذا استؤذن لم يؤذن له، لا يعرف، لكن عند الله معروف. أنت لابد تكون طالب علم على هذا، لا يلزم أنه تعرف المشايخ وتتقرب عندي رقم الشيخ وكذا، هذا في الغالب لا يستفيد. المهم تكون معروف عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. تمام.